مشكلة الزبالة، المشكلة الأزلية اللي بتعاني منها مصر من سنين طويلة، مشكلة موجودة في الأحياء الراقية والفقيرة. ما بقاش منظر غريب أبداً إنك تلاقي صندوق مليان على آخره والزبالة واصلة منه لنص الشارع، ده غير النباشين والناس اللي بتجمع الزبالة وبترميها في نص الشارع. رغم إننا بقينا في 2016 إلا إننا محتفظين بالإهمال والجهل، بنشوف الكارثة قدام عينينا ونغمض. الأزمة ما بقتش بس في الشكل الجمالي اللي اختفى من الشوارع دي، لكن كمان تأثيرها على صحة المواطن المصري اللي الزبالة موجودة قدام بيته وشارعه ومدارس ولاده، ورغم إنه بيدفع فاتورة جمع الزبالة مرتين، مرة مع فاتورة الكهرباء والتانية مع عامل النظافة، إلا إنه ما بيحصلش على الخدمة دي مقابل الفلوس اللي بيدفعها، والمشكلة بتتفاقم يوم بعد يوم. هي مشكلة حضرتك إن إحنا يعني الحمد لله كمجموعة محلات هنا في المنطقة اتجمعنا وشلنا الزبالة من هنا كذا مرة، حتى الحوض دوت، حوض الزرق دوت، إحنا اللي عاملينه على حسابنا. الحي جه شاله عشان ما عملناش تراخيص، عملنا التراخيص وبنيناه تاني على حساب برضو المحلات هنا، والحي نفسه اللي نقل المقلب الزباله من قدام الحي للمنطقه هنا. الناس بترمي، يعني زي ما انت شايف الناس بتيجي من جميع الاماكن حوالينا وبترمي الزباله هنا. احنا حاولنا نوقف برضو الزباله، وقفنا ناس هنا عملت مشاكل، يعني جبنا ناس بفلوس وقفناها عشان نمنع الزباله، وبرضو عملت مشاكل مع السكان اللي حوالينا. لازم يكون في صناديق زباله عشان الناس ترمي الزباله فيها، خدت بال حضرتك؟ لان دلوقتي ما بي في وسط الشارع وفيكم زباله اهو، كل واحد معاه شنطه زباله بيروح رامي عليها. المشكله اساسها يعني المفروض ان يبقى في نظام، في حد من الحكومه يبقى مسؤول، يعني يجي يقف يجيبوا صناديق كبيره يحولوها. يعني حضرتك انت بتصوري بالنهار، ما فيش حاجه دلوقتي، لسه العربيه ماشيه شايله كله. وقبل كده برضو جم يعني الناس اشتكت وبتاع، وانا قلت لهم روح الحي وبتاع، بس الحي ما بيعملش اي. شايف المشكله دي اثر اساسها ايه؟ ايه شايف المشكله الزباله دي اثر اساسها ايه؟ انا شايف السبب فيها الحكومه، ان هي حاطه رسوم نظافه على الكهرباء وطبعا ومحدش بيشيل حاجه، فالناس بتلجأ ان هي ترميها في الشارع. المشكله دي ملهاش حل اصلا، لان كذا مره نعملها وعملنا الرصيف ده هو ونظفنا، وبرده هم برده يجوا يرموا هنا زباله. العماير كلها بترمي هنا، والزبالين اللي هم ماسكين العماير كلهم بيرموا هنا اهو، ملهاش حل، كل يوم بتترمي هنا الزباله كل يوم. بالنسبه للنباشين والناس اللي بتيجي ترمي، يعني بتجمع الزباله وتيجي ترميها بالعربيات، يعني الفكره ان التجمعات دي ما بتبقاش بس سلوك مواطن واحد، ليه ما بيتمش اتخاذ اجراءات ضد الناس دي بحيث انها ما تتكررش الموضوع ده تاني؟ وفي النهايه هنلاقي ان اكيد الاكوام دي قلت بكتير. يعني احنا بالفعل بناخد اجراءات معاهم بالنسبه مثلا عربيات الكارو على سبيل المثال، بنصادر العربيه نفسها بتاع الكارو دي وما بترجعش لصاحبها تاني. برضو بناخد اجراء قانوني مع اللي راكب العربية الكارو ديت، لكن برضو كمال بي كان له برضو رؤية ان احنا نغلظ العقوبات ديت، ويبقى في غرامات على الناس ديت في المنظومة الجديدة اللي احنا بنتكلم فيها، هيبقى في غرامات على الناس دي، هيبقى في غرامات على المحل اللي ما يبقاش حاطط قدامه صندوق للقمامة، هيبقى في غرامات متصاعدة مع المحلات ديت برضو، لان هتفرق كتير لما يبقى في كل محل قدامه باسكت للقمامه، هتفرق برضو في النظافه. انت حتى وانت ماشي في الشارع هتلاقي باسكت ترمي فيه لو في حاجه في ايدك عايزه ترميها. يعني بنحاول برضو بقدر الامكان ان احنا ناخد اجراءات تساعد على منظومه النظافه دي لنجاحها ان شاء الله. شايف الحل ايه؟ الحل ان تتشال الرسوم النظافه من الفاتوره، وكل واحد بقى هو هيتفق بقى مع حد من الزباله وكده، ان هو يجي يشيل الحاجه دي من مكان السكن بتاعه. الحل ان كله يتكاتف، لو كل محل حط قدامه صندوق او كل بيت حط قدامه صندوق قمامه، بس لازم الحي يتعاون معانا ان هو يجي يشيل الحاجه دي من مكانها. الحي ما بيعملش كده، وما فيش اي عربيه بتيجي تشيل الزباله من مكانها. المفروض يعني مثلا عماره، المفروض يبقى في راجل زي مثلا عندنا احنا بيجي زبال بيلم الزباله وبياخدها في العربيه بتاعته. في ناس ما عندهمش زبال بيجي ياخد، فبيدور على اي حته يكون معمول فيها كوم زباله يروح رامي الشنطه بتاعته. الحل ان الحي يشد شويه على الناس بترمي الزباله، الناس اللي بتلم الزباله من العماير على الكهرباء، المفروض هي الناس دي يعني ايه تشد عليها شويه، ما يخليش البوابين تشيل الزباله وترميها في الشارع، لا يخلي شركه الكهرباء هي اللي بتشيل الزباله دي زي ما يحاسبوا الناس عليها. المفروض ان الحي وال يبقى مسؤول، المحافظه تبقى مسؤوله. الحل غير في غير في رئيس الحي، رئيس الحي هو اللي يعمل كل حاجه بس.
والناس والناس برضه نتعاون، تتعاون الناس ما ترميش، تلاقي كل بواب هنا جايب الطشت ويرمي هنا اهو. يا ترى لحد امتى هتفضل مصر تعاني من مشكله الزباله اللي مغرقه الشوارع؟ امتى هنشوف حلول علميه حقيقيه تحل اي مشكله تواجهنا؟ نتمنى اننا ما نعملش نفس التقرير ده في القرن ال22.